السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنياء من الألف للياء. هنبدأ مع بعض إن شاء الله فيديو الإجابة النهاردة. معلش اتأخرت عليكم، ده خامس يوم من الفيديو، والله كان شوية مشاغل بس مش أكتر والله، وزاد المشكلة كمان النت ضعيف جدا جدا جدا. نهاية الشهر الباقة بتخلص، النت بيبقى ضعيف خالص. المهم عشان ما نطولش عليكم الفيديو ده، طبعا ما شاء الله فيه حوالي 90 سؤال، فلو الفيديو هيطول جامد هنقسم الفيديو الإجابة ده على جزئين أو ثلاثة على حسب الأسئلة إن شاء الله، على حسب الوقت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك، الله يبارك لك يا أبو مكة، الله يبارك فيك يا عبد العزيز. إزاي أعرف الخروف البرئي من الخروف الهلبي؟ وشكرا. إن شاء الله هنعمل فيديو وهنجيب خروف برئي، برئي حر، وخروف هلبي، عشان نوريك الفرق ما بينهم بالصوت والصورة، تبقى شايف قدام عينك. اما الفرق النظري اللي يتقال بس الوحيد في حجم اللية. الخروف البري الحر اللي بتكون صغيرة خالص قصاد الخروف الهلبي، وليها شكل كمان مختلف، هنعملها لك ان شاء الله في فيديو مخصوص باذن الله. انا عايز اتوصل مع حضرتك، انا كتبت لك رقم التليفون. عندي مزتين ولدوا، واحدة ماتت والتانية ما فيهاش لبن، اعمل ايه علشان تنزل لبن وارضع عيالي اللي ماتت كام مرة في اليوم؟ اللي امهم ماتت هترضعهم 3 مرات في اليوم كحد ادنى، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. الكميه على حسب حجمهم، يعني ممكن 150 مللي لو هم حجمهم صغير، 150 مللي تبدا كحد ادنى لبن بقري، وتبدا تزود واحده واحده. هيبان معاك هو شبع في البدايه مش هيرضى يقبل على اللبن جامد، يعني في البدايه هترضعه بالعافيه، وبعد كده هيبدا هو يشد. اوعى تديله لبن بالزياده عشان ما يسهلش منك، ولو سهل انت نال على طول في اللبن او شربه له في بقه هيوقف معاك الاسهال. راجع فيديوهات عنتر. تعمل ايه عشان تنزل لبن؟ اهتم بالعلفه كويس وشوف لها الكالسيوم. في حاجه اسمها ديكال 12 بشري شرب، علبه 120 مللي تقريبا، ب 10 جنيه تقريبا او ب 6 جنيه مش فاكر. المهم هتجيبها تديها لها في خلال اسبوع، تشربها لها خلال اسبوع، يعني قسمها على 7 ايام تشربها لها، ان شاء الله هتزود معاك اللبن. الله يبارك لك، انا عندي ماعز راس واحد عشر، بشتري 3 كيلو شيشه نص رده، 3 شيشه ونص رده، وكيلو حته فول ونص قشر فول، يا ريت تحسب لي نسبه البروتين وتظبطها عشان امشي عليها. للاسف انا نزلت الفيديوهات عشان تتعلموا، لازم تتعب نفسك وتتعلم. في مليون علفه، يعني مش كل علفة هتعملها او هتقعد تغير في مقاديرها هتبعت لي احسب لي نسبة البروتين. لازم تتعلم. انا عملت فيديو في القناة اسمه طريقة حساب نسبة البروتين في الاعلاف، ارجع الفيديو واحسب انت، ليك عليا ان انا راجع لك النسبة. احسب واديني الكميات وقول لي حسبتها طلعت كده، النسبة دي صحيحة ولا لا، انا ليك عليا اراجع لك النسبة. انا شوف زي ما انتم شايفين النت ضعيف خالص، مع العلم اني بحط برسيم الصبح. تمام، هي شوف العلفه بتاعتك من غير ما تحسب نسبه البروتين، بما انها معزه مش تسمين، العلفه ان شاء الله تمام، وبما انها معزه وهتطلع حته فول كمان ان شاء الله العلفه 100% بالنسبه للمعزه، العلفه والبرسيم ممتازه من غير ما تحسب نسبه البروتين، انا العلفه ان شاء الله ممتازه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو سمحت كم عدد الاغنام التي يمكن ان تصرف على نفسها ويكون في دخل ليا، وكم تكلف شراء الاغنام؟ انت لو جبت خروف واحد ومشي الامور معاك مظبوطة، واخد بكل الاسباب، عامل علفة كويسة، السعر كويس، بعت كويس، علفت ورعيت كويس، الخروف واحد فيه مكسب، خروف واحد فيه مكسب، مش مفيش حاجة اسمها عدد بيصرف على نفسه وبعد كده الزيادة، لا. انت لو جبت خروف واحد وسمنته المفروض بتكسب فيه، بس متوسط، انا اقدر اقولها لك متوسط مكسب الخروف في ظل طبعا الاقتصاد بتاعنا اللي طالع نازل، الاسعار بتختلف 180 درجه من يوم وليله، بس بنقول لك كمتوسط مكسب الخروف 100 جنيه في الشهر، مكسب الخروف 100 جنيه في الشهر. شوف انت دخلك عاوز تدخل كام، على اساسها تحسب كام خروف هتدخل، بس طبعا دي بقول لك دي نسبه متوسطه، تقل تقل، تزيد تزيد، تقل وتزيد عن كده. اعراض وتاثير نقص عنصر النحاس عند الاغنام وطرق العلاج. والله بالنسبه للاعراض احنا هنخش في مجال نظري، يعني لو حاجه جت عملي قدامي انا بنعملها لكم وبنقول، بس انا زمان جات لي اول مره جبت غنم جالها كساح من نقص الكالسيوم، فتعبت وانا بنعاني بنبحث
اسبوعين وانا بندور الغنم قاعده نايمه مش قادره توقف وبتاكل وبتشرب تمام، وهي كان عندها نقص كالسيوم. بس انا رحت البيطريات وجيب ودور ودور في النت، اعراض نقص النحاس، الترنح من ضمن اللي حفظتها، الترنح في نقص النحاس في المواليد، لا المولود مش عارف يمشي كويس. اعراض نقص النحاس بتتشابه كتير مع اعراض نقص الكالسيوم، اعراض نقص النحاس بتتشابه مع اعراض نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم مجرد ما تدي له كالسيوم سواء حقن سواء شرب كالسيوم كويس بالجرعه المظبوطه بيقوم يقف معاك في خلال يومين وبيمشي مية مية. اما اعراض النحاس، في ابر طبعا بتاخدها، ابر املاح تحتوي على النحاس، وفي كبريتات النحاس، الزرع اللي هو الملح الازرق ده، الزنجاره، بس دي استخدامها سامه، دي سامه لو استخدمتها غلط، يعني ما بتزودش عن ربع جرام لكل لتر ميه، يعني جرام كبريتات نحاس على لتر الميه، لو زادت سامه ممكن تموت الغنم. فاستخدامها انصح بيه اللي ما عندوش خبره في الميزان مش هيعرف يحدد الكميه، بلاش يستخدمها خالص، يستخدم املاح تحتوي على النحاس. ده العلاج بتاعه. ده اما عاوز تعرف باقي الاعراض بتاعت نقص النحاس، اكتب بس في جوجل اعراض نقص النحاس في الاغنام هتظهر لك بالتفصيل، لان انا مش فاكرها والله كويس يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. هل عمل علفة من الذره الصافي افضل من الذره بالكوالح مع الرده والفول؟ لا طبعا ذره بالكوالح مع الرده والفول احسن من الذره الصافي، او فول الصويا والعيش. لا، فول الصويا والعيش وضيف عليها ردة أفضل من الاثنين اللي قبلها. فول صويا وعيش وردة أفضل من الذرة لوحديها وأفضل من الذرة بالكوالح مع الردة والفول. كنت سألت حضرتك عن أني عندي نعجة ناشفة وما بتزيدش، وعطيها أيفوماك وعدته مرة أخرى، بس شلت بطنها من تحت زي ما عملت من حضرتك، لقيت في كرة صلبة زي ما سمعت من حضرتك. السؤال هنا ما العمل في هذه النعجة وتصرف ازاي معها؟ النعجة دي زي ما قلت لك دي فيها حصاوي اللي تعتبر حصوة، العرب يقولوا عليها باغ، في بطنها باغ. الباغ ده عبارة عن ايه؟ اللي هو الكياس البلاستيك مع الصوف بيتجمع ويتحجر ويعمل زي حصوات، زي حصوات، بس الحصوة دي بتبقى في الكرش مش حصوة الكلى، بتبقى الحصوة، والحصوة دي بتكبر حجمها كبير، ممكن الحصوة الواحدة ممكن يوصل وزنها كيلو. فلان انا ذبحت مره معزه وطلعت من بطنها ما لا يقل عن 2 كيلو حصوات، ثلاث حتت كده او اربع حتت، الحته نص كيلو، كيلو لربع، كانت اوزان، كانت احجام كبيره خالص. المهم دي للاسف ما لهاش علاج، اللي جوه الكرش ما بتطلعش، الكبير ده الحصان ما بتطلعش وما بتاثرش في التغذيه وكل حاجه بتبقى تمام، الا اذا جزء منها راح وسد الامعاء، جزء صغير وراح سد الامعاء، هنا المشكله كده بيعملها عملية ربط، النعجة أو المعزة بتموت بالبطيء كأنك عملها ربط معدة، ما بتزيدش وتفضل في ضعف على طول لغاية ما تموت. والتأثير بتاعها التاني لما الحصوات دي تكبر في الكرش بتخلي حجم الكرش كبير خالص، لما النعجة تعشر أو المعزة تعشر فترة الحمل، الجنين عاوز مساحة عشان يكبر، ما يلاقيش مساحة، يا الجنين يتشوه يا يحصل له سقاطة والأم تسقط الجنين، تطرح الجنين. فدي مشاكلها. اما علاج قلت لك انا ما لهاش علاج للاسف غير الذبح، انك تذبحها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل يمكن استعمال مسحوق قشور البيض او مسحوق عظم الاسماك كمصدر كالسيوم وكم الكميه؟ عادي جدا تستخدم قشور البيض 4 5 كيلو على، بس مطحون ناعم، مطحونه ناعمه زي الدقيق، عادي ممكن تحط 4 5 كيلو على الطن قشر بيض ما فيش اي مشكله. اما مسحوق عظم السمك ما يكونش السمك اللي هو اللحم، اللي هو السمك العادي بتطلع منه اللحم والعظم بتاعه، العظم بتاعه بيكون فيه نسبة من اللحم واللحم زفر، زائد ان اللحوم ديت غير علف، طب علف غير طبيعي للأغنام، مش من الأكل الطبيعي بتاعها. الدواجن بتاكله طبيعي مفيش مشكلة، بيتحط عادي سمك كامل مجفف بيتطحن وبيتحط على علف الدواجن مفيش مشكلة، أما الأغنام لا. ولكن في حاجة اسمها عندنا في مصر عظم الصبيط، عظم الصبيط بتبقى حته كده عظمه بيضاويه هشه، ديت ده مصدر كالسيوم، غنيه بالكالسيوم وغنيه بعناصر تانية، غنيه بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم تقريبا، عناصر كتيره موجوده من البحر تبقى فيها املاح ياما غير الكالسيوم، بس مش كالسيوم بس. فهي افضل طبعا عظم الصبيط اللي هو يعتبر عظم السمك بس بدون لحم، ولكن سعره غالي. فاحنا الناحيه الاقتصاديه الافضل من الناحيه الاقتصاديه
الافضل هو مسحوق الحجر الجيري، الكيلو بتاعه ما يعادل نص جنيه. عظم الصبيطي الكيلو بتاعه في حدود 25 جنيه، لو جبت كسر وناعم كده فتفيت يعني هتجيبها في حدود 10 جنيه 15 جنيه. فالكيلو غالي بالنسبة لعظم الأسماك، أما المسحوق الحجر الجيري رخيص، الكيلو ما يعادل أقل من نص، حوالي نص جنيه الكيلو، وغني بالكالسيوم فقط لا غير. أما عظم الأسماك ففي غني بالكالسيوم وحاجات تانية، عناصر تانية. بس إذا توفر عندك عظم السمك رخيص حط، مفيش مشكلة، زي ما قلت لك 4-5 كيلو على الطن، 100-100 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. سؤالك يا أخ هاني طويل، ماشي. جزاك الله خيرا عن كل مجهود وتبذله، الصراحة استفدت من حضرتك كتير. وكان عندي سؤال بالنسبة للعلف، حضرتك في واحدة الشروحات ذكرت ان نسبة الكربوهيدرات ما بين 50-70%، نسبة البروتين ما بين 10-30%، ولو زادت اي نسبة بينهم عن كده بالنسبة للكربوهيدرات تتراكم الدهون، وبالنسبة للبروتين مش فاكر الصراحة زيادته في العلف بتعمل ايه. المهم حضرتك عملت سلسلة وكنت عامل علفة عبارة عن كيلو ذرة زائد كيلو كسر فول، ده معناه ان تركيب العلفة 50% كربوهيدرات و 50% بروتين، هل كده في زيادة في نسبة البروتين؟ مش المفروض ما بين 10-30؟ سؤال تاني، في ناس بتعلف قمح فقط والخروف بيزيد ما شاء الله وما فيش دهون ولحمة 100%، ملحوظة الخلفين البرئية. انا هنقول لك نبدأ واحدة واحدة، لسه في جزء تاني من السؤال. بالنسبة للأرقام دي، النسب دي من 50-70 دي اللي هي مصادر النشويات في العلفة. أول حاجة شروطنا علفة مثالية، بروتين ما يقلش عن 15-16% ل 18-19%، يعني في شروط الأول عشان النسب دي. أنا بكلمك على علفة موزونة، علفة بروتينها عالي، البروتين كام؟ لا يقل عن 16%، 15-16% لحد 18-19%. قلنا في اوقات ممكن نستخدم 20-22% اللي هي المفاطيم اللي اتفطمت بدري، عمر شهرين اللي لسه صغيره دي، اول شهر بس. طيب النسب دي في العلفه التقليديه، ايه هي العلفه التقليديه؟ يعني النسبه دي تعتبر النسب النظريه التقريبيه، وطبعا ولكل قاعده شواذ في اي حاجه، بس بالنسبه دي النسب التقريبيه. العناصر الخامات الاعلاف الاساسيه الموجوده للاغنام في كل مكان ومتوفره، ايه هي؟ القمح، الشعير، الذرة بأنواعها سواء ذرة أبيض، ذرة أصفر، ذرة عويجة، والفول، ما بنستخدمش الفول السليم، بيبقى كسر الفول يعني، وفول الصويا أو كسب الصويا، دول يعتبروا، والردة اللي هي النخالة، دول يعتبروا 7 عناصر أساسيين متوفرين في كل مكان. لما تيجي تعمل علفة من 15-16% هتلاقي نفسك طبيعي، مش هتخرج خارج النطاق ده. نسبة الكربوهيدرات من 50-70، ونسبة البروتين من 10-30، لما تيجي تعمل علفة بروتينها قلت لك ما يقلش عن 15-16%. دي نقطة. النقطة الأولانية أنت قلت بالنسبة زيادة الكربوهيدرات بتكون دهون، أيوة زيادة الكربوهيدرات، بس مش زيادة، يعني دي مش هي دي زيادة الكربوهيدرات اللي أنا أقصدها. زيادة الكربوهيدرات زيادة الطاقة عن يعني كل خروف، كل عمر ليه نسبة طاقة معينة بيحتاجها، ليه نسبة طاقة معينة بيحتاجها يومية. لو زادت نسبة الطاقة دي في يعني مثلا، أنا للأسف دورت على النسبة دي ما لقيتهاش، وحتى لو لقيتها يعني هتضطر تخش تحليل مكونات تانية في الطاقة، فاحنا بنستخدم نسبة البروتين فقط لا غير كتقريب، والحمد لله بتجيب نتائج عملية. احنا أهم حاجة النتائج العملية، نتيجة عملية الحمد لله تمام. بس بنقوله يعني مثلا الخروف محتاج 2500 كيلو كالوري في اليوم، كيلو طاقة في اليوم مثلا، عمر وزن 30 كيلو، بغض النظر عن القيمة أنا مش عارفة لأني دورت ما لقيتهاش، بس أنا افترض أن الخروف محتاج 2500 كيلو طاقة في اليوم اللي هو الوزن 30 كيلو، أنا اديته 3000 كيلو، يبقى معنى كده في زياده عن احتياجاته اليوميه في 500 كيلو زياده. هيروحوا فين 500 كيلو؟ هيتخزنوا على هيئه دهون، والا زي ما انت ذكرت، انا كنت هذكرك بس انت ذكرها اهي، عرب مطروح بياكلوا غله بس طبعا مع الاختلاف معاك، بتدي لحم تمام، الخروف بيشيل لحم، في نسبه دهون، مش ما فيهوش نسبه دهون، لا في نسبه دهون ولكن مقبوله، في نسبه دهون ولكن مقبوله.
هوريك في ثلاث اصناف بيستخدموا مصدر نشويات فقط لا غير. يعني عرب مطروح بياكلوا قمح فقط اللي هي الغله، عرب السلوم وليبيا والدول الخليج العربي والسعوديه بياكلوا شعير فقط، وفي بعض العرب في مطروح بياكلوا ذره بس، بياكلوا ذره بس، والغنم بيبان عليها حتى بيبقى صوفتها عرقها اصفر شويه مصفر اللي بياكلوا ذره. انهي اقل نسبه دهون؟ اقل نسبه دهون في الشعير، الناس اللي بتعلف شعير، شعير فقط لا غير، اهو مصدر نشويات وبيعلف طبعا، والشرط الاساسي علفه لحد الشبع. انا ممكن اكل ذره بس وما اعملش دهون خالص، بس عشان ما نتوهكش يعني، اهو ثلاث اصناف بياكلوا ذره. اقل نسبه دهون فين؟ في الشعير، لان في نسبه الياف اعلى من، والطاقه بتاعته تعتبر اقل من القمح. ده بالنسبه للشعير. القمح بيعمل نسبه دهون بس مقبوله، بيعمل نسبه دهون بس مقبوله. الذره اكترهم في نسبه الدهون، اللي بيعرف 100% ذره ده لحد الشبع، ده اكتر حاجه بتكون دهون. طيب بالنسبه للمعدل التحويل، الثلاثه معدل تحويلهم ضعيف. العرب مطروح بياكلوا الرمي وخلاص، ارمي غله لغايه ما يشبع. النتيجه النهائيه نهايه الدوره لحم مظبوط، الخروف متروس لحم ما شاء الله، في نسبه دهون مقبوله، نسبه دهون مقبوله مش زي الذره، نسبه الذره الدهون في الذره لوحديها بتبقى نسبه عاليه، ولكن معدل التحويل لا، معدل التحويل رايح في داهيه. وانا عندي تجربه عمليه عملتها، وللاسف تجارب، كنت بعمل تجارب كتير والله، بس للاسف كنت قبل ما اعمل القناه، يا ريت كنت عامل القناه في وقت التجربه دي، كنت بالورقه والقلم وريتك، وجبت غله وكانت غله نمره واحد. اول حاجه الخروف اكل اكتر من 3%، يعني استهلك اكتر من اقصى كميه كلها في اليوم، اكل 3.5% الخروف استهلك معايا. تاني حاجه معدل التحويل ما تجاوزش 5 كيلو في الشهر، 5 6 كيلو في الشهر، 6 كيلو في الشهر، ما تجاوزش 6 كيلو في الشهر، ما تجاوزش 6 كيلو في الشهر. الاسبوع كان بيديني 2 كيلو الا ربع، اسف، في الاسبوع كان بيديني كيلو ونص، كيلو ونص في الاسبوع بالميزان، كيلو ونص في الاسبوع. ده كانت الدراسه على 20 خروف. نفس الغنم غيرت لها العلفه وحطيت لها مصدر بروتين وكلفتني نفس السعر، نفس سعر الغله، ما شاء الله الغنم حولت 7 كيلو ونص، متوسط الغنم كلها 7 كيلو ونص في الشهر، من 6 ل 7 كيلو ونص. والاهم، النقطه الاهم، الخروف ما قدرش ياكل اكتر من 3%، الخروف ما قدرش ياكل اكتر من 3، يعني وفرت في كميه العلف وزاد معدل التحويل. الخلاصه، وبالنسبه لزياده البروتين، زيادتها قلنا من 10 ل 30، زيادتها زياده، مش زياده النسبه دي برضك، زياده نسبه البروتين، ما ذكرتش زياده عن النسبه دي، بوضح لك المعلومه. انا ما ذكرتش زياده عن نسبه اللي هي ال 50 لل 70، قلت لك في ناس بتعلف 100% قمح، في ناس بتعلف 100% شعير. الزياده القمح بيعمل نسبه دهون مقبوله، الشعير نسبه دهون برضك مقبوله، الذره بتعمل نسبه دهون عاليه. اللي هي زياده عن نسبه الطاقه اللي محتاجها في الخروف في اليوم. نسبه البروتين، الزياده عن نسبه البروتين العاليه، نسبه البروتين العاليه لفتره طويله بتسبب دمار للكبد والكليتين، لان هضم البروتين بيعمل، بينتج عنه سم اللي بيتخلص منه الكبد، فبالتالي الكبد ما بيقدرش يستحمل بروتين عالي على طول يوميا لمده شهر شهرين، فبتلاقي الكبد 3 شهور بتلاقي الكبد بيبدا ينهار والكليه تبدا تنهار. حتى هي قلنا نسبه بروتين عاليه يعني 22 23 من فوق ال 20 25 من، يعني ما عملتش دراسه بالظبط، بس بقول لك من فوق ال 20، من فوق ال 20 انا مش هعمل دراسه واغامر على غنم واشوف، الا لو كان في خروف خروفين كده حبيت اعمل عليهم دراسه واديتهم علفه عاليه لفتره، ودي ان شاء الله كله هيجي باذن الله في وقته، يعني كل حاجه بوقتها ان شاء الله. هنحاول نعمل الدراسات دي عمليه عشان لما نقول استخدمت كذا، انا حاليا عامل عندي 6 خرفان او 5 خرفان اربعينات بعلفهم كسر فول فقط لا غير، اللي انا جبته ده اللي هو باربع جنيه، انا عملته في فيديو المخلفات، ليهم حاليا النهارده كده ليهم 8 ايام بياكلوا كسر فول فقط لا غير مع تبن ربايه بس. فانا عامل دراسه وبشوف معدل التحويل، معدل التحويل ما شاء الله ممتاز، بس خايف على المدى الطويل الغنم يحصل لها حاجه، ادي تجربه وماشيين فيها ان شاء الله. المهم
كده زادت البروتين عن النسبة مش على النسبة دي من 10-30%، وإلا زي ما انت ذكرت انا عملت ألفا 50% فول و 50% ذرة، نسبة البروتين فيها كام؟ قلنا خد الفول 28% كسر نظيف، خليه 28% و 9% الذرة، يعني 28-38 تقريبا 37 على الاثنين 18.5، نسبة بروتين مقبولة. مش الكمية مصدر البروتين في العلفة، إنما النسبة النهائية من البروتين كام؟ النسبة النهائية من البروتين في العلفة اللي أنا عملتها اللي هي كيلو ذرة على كيلو كسر فول 18.5% بروتين، النسبة مقبولة ما فيش منها مشكلة، بغض النظر عن إن زاد كسر الفول عن 30%. أنا أترك لكل القاعدة شواز، المهم الخلاصة في الأخير في نسبة البروتين، كسر الفول غالي فمحدش هيستخدم 50% كسر فول و 50% ذرة، بتطلع العلفة غالية في الأسعار الطبيعية، في الأسعار الطبيعية بتدخل كسر كزب الصويا بيدخل سعره غالي ولكن بيدخل بنسبة قليلة، ما يرفعش السعر جامد لكن بيرفع نسبة البروتين جامد، لأنه نسبة بروتينه عالية وهو أرخص مصدر، أرخص وحدة بروتين من ناحية السعر، سعره يعتبر أرخص وحدة بروتين اللي هو كزب الصويا. ان شاء الله تكون وصلت المعلومه كده يعني. وعلى فكره انا بقول لك الشرط الاساسي ان الخروف ياكل لحد الشبع، يعني انا ممكن اجيب خروف واكله ذره بس، ذره بس وما تلاقيش فيه دهنه نهائي نهائي. ليه؟ مثلا الخروف 3 كيلو 30 كيلو محتاج مثلا كيلو علف في اليوم، وانا عامل علفه مثلا 60% ذره، يعني مثلا يعني 60% ذره وال 40% الباقي اللي هي النخاله والذره، واذا كان كسر فول وكزب الصويا او كسر فول. المهم انا ما بديلوش ليه كيلو في اليوم اللي هو 3% عشان ياكل ويشبع، لا انا اديته 600 جرام او اديته نص كيلو ذره بس في اليوم كده، نص كيلو ده الطاقه اللي هو محتاجها في اليوم. طب فين كميه البروتين اللي لازم للتحويل؟ مفيش. بالتالي الخروف خد كميته من الطاقه بس ولكن ما خدش زياده، هيكون دون فين؟ مفيش، بس هيطلع معدل تحويله زي الزفت، معدل تحويله بطيء. يعني الخروف كان محتاج كيلو علف، انا اديته نص كيلو ذره صافي، خد منه الطاقه اللازمه في اليوم بس ما فيش بروتين عشان يبني الجسم بتاعه، هيبقى الخروف عايش معاك تمام بس التحويل بتاعه هيطلع زي الزفت. فانا بريك برضك ان الكميه ليها دور. باقي سؤالك طبعا فهل ده كويس ولا الخلطة افضل؟ انا بقول لك الخلطة افضل مليون مرة، على الاقل تشتغل 80% غلة قمح وحط 20% صويا او 15% اللي هو 15% يعني صويا كزب الصويا، طبعا هتلاقي الفرق 180 درجة متغير معاك. يعني ما تأكلش غلة صافي بس، معدل التحويل بيبقى بطيء ودهون بتبقى فيها نسبة دهون بس مقبولة، لكن لما تحط 85% مثلا او 80% غلة لو الغنم صغيرة لسه رشيح، 80% غلة و 20% صويا، تلاقي التحويل اتغير معاك 180 درجة. طبعا الخلطة افضل. هل الردة خطأ او غلط في علف الاغنام؟ لا طبعا الردة ممتازة ممتازة، مصدر كالسيوم مصدر فسفور وغنية بالبروتين، فيش فيها اي مشكلة. الردة اساسي في كل الاعلاف بيستخدمها، ولكن ممكن ما تستخدمهاش، ممكن ما تستخدمهاش عادي. الغلة دي عبارة عن ايه؟ القمح هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق وردة. يعني ازاي الردة وحشة؟ لا بقولك كلام ما انزل الله به من سلطان، كلام في مصر كده يقولوا كلام المصاطب، كلام القهاوي، كل واحد بيتكلم من دماغه كده وخلاص. لا الردة ممتازة ممتازة ممتازة، مفيش علفة في المصانع الكبيرة بتخلو من الردة، لانها موجودة في جميع انحاء العالم، العالم كله بيستخدم الدقيق، العيش ده اساسي بتاخد الدقيق، بتطلع منه النخالة، يعني جميع مناطق العالم بتطلع منها النخال، يعتبر 100% منها بتروح أعلاف حيوانية. بتروح فين يعني؟ النخال اللي طالعة بآلاف ملايين الأطنان في على مستوى العالم بتروح فين؟ بيرموها في الزبالة، ما فيش أكلة بتدخل فيها الردة أكتر من بيقلوا بها السمك شوية عيش كده بيستخدموا فيها النخال. لكن النخال الكمية الكبيرة بتروح فين؟ تقريبا بس انا مش عارف النسبه، بس تقريبا 20% او 30% من وزن القمح رايح نخاله، تقريبا 20 تقريبا ما تاخدش من النسبه بس، يعني المهم فيها نسبه كويسه يعني. فبتروح فين؟ لا كلها بتروح اعلاف حيوانيه. فحكايه ان غلط ده كلام فاضي، لان بعض الاشخاص ذكر لي ان تركيبه العلف خطا، تركيبه العلف خطا. والله انا بنقول لك وشوف انت ميال لايه واشتغل.
بس انا بنقول لك التجارب العمليه. ده كلام قلت لك ما انزل الله بهم سلطان. تركيبات غلط ازاي؟ القمح اول شيء مش مخصص للاعلاف الحيوانيه، القمح ده للبشر، القمح للبشر والشعير هو للغنم. ده يعني لو تيجي بس احنا هنا في مصر بقول لك في ناس بتستخدم، في ناس بتستخدمه في غله متوفره الاستخدامات الحيوانيه فيه، بتبقى فرزه غله بس هم ما يجيبش غير انضف غله وياكلها. انا بقول لك احسب وشوف دراسه الجدوى هتلاقي مكسب كبير بيروح بسبب انك بتعلف غله بس. استخدام رد يعمل توسيع المصرله، ما فهمتش ده معناه ايه. لا كلام فاضي. انا من مرسى مطروح وقال لي اعلف قمح فقط وبلاش رده، كلام فاضي. ما هي القمح فيها رده، القمح هو عباره عن رده ودقيق. معاه تبني او دريس لوحده او مرعى يمكن اعرف هل الكلام ده صح ولا غلط. الكلام ده كله غلط، لكن انا قلت لك كده ان شاء الله وصلتك المعلومه كامله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي نعجه بتطلب عشر ما بتمسكش، النعجه من لما اشتريتها صحتها ممتازه لدرجه السمانه يعني، وهي حتة طول ومد مصافات العساف كلها على حسب كلامك خميت انها ليس ممكن يكون لها حل لو صبرت عليها، ولا مفيش فايدة منها وهي بتاكل زيها زي الغنم الباقية يعني مش بالزيادة عن غيرها. طبعا دي 90% تطلع مليسة، بس عشان تتأكد لو تشوف اي دكتور عنده سونار يعمل لك سونار ليها. لو لقى الرحم سليم مفيش فيه التهابات، ما فيش في التهابات في الرحم، يبقى النعجة مليسة 200%. الحل بتاعها تمتنع عن الأعلاف وتأكلها أتبان فقط لغير، مرعى وأتبان بس، ما تأكلهاش أي علف خفيف. يعني لو تأكلها برسيم وشوية مرعى هتخس معاك على مدى شهر 15 شهر شهر ونص، وإن شاء الله تمسك معاك عشرة تحرق الدهون اللي فيها. أما لو فيها التهاب رحم فلا، تعالج الالتهاب الرحم 3 أيام بنسلين مع أول يوم، 4 أيام بنسلين أو 3، 1 سنتي لكل 10 كيلو عضل، وأول يوم تحقن مع البنسلين سنتي أستروميت اللي هو هرموني خليها تصرف عشان تفتح عنق الرحم، ولو في صديد هتنظف. وهي عندها كحة أغلب الوقت مع العلم إنها أعطتها 5 سنتي أوكسي و5 سنتي هيلوزين ل3 أيام ولم ألاحظ تحسن ملحوظ، وهل يؤثر التبرئة على إنها تمسك العشر؟ لا، التبرئة ما يأثرش على إنها تمسك عشر، ولكن هي وزنها قد ايه؟ انا بستخدم التيلوزين، لو الكحه جافه كحه ناشفه ما بستخدمش غير التيلوزين، ابره واحده فقط لا غير بتجيب نتيجه. اخري لو الكحه لسه في بواقي كحه بعدها بعد يومين. تيلوزين ممتاز بس سنتي لكل 10 كيلو، النعجه مثلا لو 60 70 كيلو هتديها 6 او 7 سنتي عضل مره واحده. اقل من كده جربت ياما جرعات 3 ايام ما بتجيبش نتيجه. ان في دواء بيكون بيجيب نتيجه بس الجرعه اللي بتجيبش نتيجه. انا جربت كتير التيلوزين ده، كنت بجرب السنتي الجرعه مكتوبه سنتي لكل 20 او 25 كيلو، اشتغلت عليها ما كانتش بتجيب اي نتيجه. يعني خروف ال 25 كيلو بديله سنتي ما كانش يجيب نتيجه، 2 سنتي ما كانش يجيب نتيجه، لما وصلت 3 سنتي الخروف 25 30 كيلو جاب النتيجه ما شاء الله من ابره واحده. فالكحه دي انا اللي مجرب الجرعه لما غلبت فيها، كنت بتضايق لما يجي خروف، كنت دايما تيجي الغنم من مطروح من العربيه واحد عمال يكح وخلاص. الكحه دي مش التبريئه او الكحه الناشفه، الكحه الناشفه دي التهاب في العصبه الهوائيه او في الحنجره في الجهاز التنفسي العلوي مش واصله للرئه، بيبقى الخروف بياكل وبيشرب و100 100 ونفسه طبيعي وكل حاجه، بس الكحه بعالجها بالتيلوزين سنتي لكل 10 كيلو عضل مره واحده. لو هي النعجه تقيله 50 60 كيلو ولا 60 70 كيلو ما تديش الستة او السبعة سنتي في مكان واحد. مثلا لو هي تاخد 7 سنتي، لو هي 60 كيلو تاخد 6 سنتي، 3 في الفخده دي و3 في الفخده دي عشان الابره تقيله شويه. او لو رقبتها تخينه اضربهم في الرقبه عضل في الرقبه، 3 في الناحيه دي و3 في الناحيه دي برضه. السؤال فضلك، هل الخلطه دي كويسه؟ 40% قمح 20% 40% قمح 20% ذره 20% كسر فول بلدي 10% كسب صويا 10% رده. العلفه في المجمل ممتازه، ولكن الاسعار كسر الفول يعتبر قلت لك سعر الوحده فيه، سعر وحده البروتين غالي غالي عن الصويا. ما يهمكش الصويا وصلت 8.5 9 جنيه بس ما زالت ارخص مصدر بروتين. كسر الفول النظيف ب 7 جنيه بس انا بقول لك في اماكن انا بجيبه رخيص، مخلفات بتيجي وبنقي منها
بيجي اسعارها رخيصه وبنقي منها بالشكاره، بطلع شكار كويسه وكسر فول صافي بسعر رخيص. ولكن الاجمالي السعر الطبيعي بتاع كسر الفول غالي، خليه بستة جنيه، ما بيزيدش عن 25%، لان في نسبه قشر، ما بيزيدش عن يعني لو ابو 5 جنيه ده هتلاقي في نسبه قشر عاليه، يعني ممكن بروتين يبقى 22 23 اخره. وشوف انت الصويا ب 9 جنيه 44% بروتين، صويا 44% بروتين ب 9 جنيه، سعر هتلاقي سعر وحده البروتين ارخص، يعني ممكن تحط 20% صويا ترفع معاك العلفة، وبدل الرد تحط 15، وممكن تحط الخمسة التانية في القمح. يعني السعر بس العلفة تمام، ولكن السعر بتكلم على السعر، راجع السعر بتاعها لو شلت كسر الفول وحطيت صويا وزودت القمح شوية، لأن الذرة سعرها كمان غالي جدا جدا جدا. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي خروف عمره 9 أشهر وباكله ذرة ومش بيجري ولا بيرضى يطلع على الغنم، ايه الحل وايه هو العمر المناسب للعبران انهم يتعرضوا على الخروف؟ انت تقصد يعني عامله طلوقة؟ لا، هنا شوف انت ممكن انت لسه بتختار بترشحه ككبش، انت بترشحه ككبش ورا الغنم ورا النعاج. 9 شهور صغير، ولكن لو الكبش سخن بينق عادي بيجري وهو 9 شهور، واصغر من 9 شهور كمان بيجري وهو 8 شهور بيجري ورا الغنم وينط، ولكن ما بينطش ممكن الخروف يكون بارد. الافضل ده ما يستخدمش كطلوقه، الافضل ده ان الخروف من هو صغير بيبان الخروف السخن من البارد، فممكن الخروف بارد بس هو هينط، هيشتغل ان شاء الله، بس في كبش يقوم ب50 نعجة لوحده من غير ما اي حاجة تاني، في كبش ما يقومش ب10، في كبش تحط كبش في 20 نعجة وكبش تاني في 20 نعجة، تلاقي العشرين نعجة ما شاء الله كلهم مسكوا عشر، والتاني تلاقي 5 6 بس اللي ماسكين عشر. فهنا ده بيختلف، انت لازم تنقي كبش سخن كبش كويس، فممكن يكون الكبش بارد عاوز تصبر عليه. هو طبعا السن المناسب المفروض يكون عمر سنة، يعني كسر اول جوز المفروض يكون عمر 12 شهر، ده العمر المناسب اللي هو اكيد ان شاء الله بدأ ينط وخلاص 100%. النعجة اخر عمرها كم سنة بالنسبة لانتاج المواليد؟ لا والله ما شاء الله في نعجة 8 سنين 9 سنين وبتخلف وما شاء الله عليها تمام، راجعة لصحتها والرعاية عندك، راجعة للصحة بتاعت النعجة وانت المراعية بتاعتها، نظام التغذية ونظام الرعاية عندك عامل ازاي. ولحمها هيكون صعب ولا عادي في التسوية؟ لسه بقى او لسه من 3 ايام واحد واخد مني نعجة، كانت نعجة وراها انتية، انا كنت ارد على الصفحة على الفيس، واحد صاحبي جنبي هنا، النعجة الله اكبر قالت لها 60 كيلو ما شاء الله سمينة لحم مظبوط، ونعجة عجوزة مخلعة ما فيهاش غير 3 سنان في بقها، يعني عمرها فوق 8 سنين 9 سنين، بس نعجة الله اكبر برقية كانت شايلة لحم ما شاء الله. خدها دبحها قلت له انظام التسوية، قال لي والله الله ينور لحمة طعم وتسوية الحمد، طبعا لازم تاخد تسوية عن الحلية ده 200%، بس قصدي ما هياش كاوتش يعني بالمصري كده، اللحمة طابط. اهم حاجة اهم من السن اللحم التخين، يعني تبقى شايلة لحم مظبوط سمينة، دي اهم من السن. ممكن اجيب لك حلية لباني عمر سنة ومعظمة لحمتها تبقى عاملة زي الكاوتش، لا طعم ولا ريحة، ولكن اجيب لك نعجة مخلعة عندها 8 سنين 9 سنين وما شاء الله عليها، بس تخينة سمينة تلاقي لحمتها زي العسل، وما تاخدش السوى اللي في بالك يعني مش كاوتش. فالمهم التسمين قبل السن. بالنسبة للنعجة الوالدة بعد الولادة ب 17 يوم بتكون أول دورة إباضة، هل يمكن أن يتم تعشيرها؟ والله إذا كان ده كلام نظري أنا ما عنديش علم بيه، يعني إذا كانت دورة إباضة، لكن أنا الكلام العملي اللي عندي اللي أعرفه اللي عمليا، يعني إذا كان ده كلام نظري ما أعرفوش ما عنديش علم بيه، ولكن الكلام العملي إنها أقل حاجة شهر 30 يوم، أقل حاجة 30 يوم 30 35 40 45، في الرينج ده من شهر لشهر ونص، ده اقل وقت اتعشر فيه بعد الولاده على حد علم، ده الواقع العملي. في حالات نادره في حالات نادره في الماعز بتعشر بدري شويه، ممكن في حالات 20 يوم 25 يوم تلاقي عشرت، بس بتبقى حالات نادره مش الحالات اللي تتعمل. يا ريت الحلقه القادمه تصور انا جدول بدائل البروتين بعد اذنك. والله انا بحاول ان شاء الله نشوف
خزن العلف اللي انا هنزله ونصور لك فيديو من هناك عشان اوريك بدائل الاعلاف، وانا بندور في الشكاير وبندور على الخامات عشان نعرف نطلع بدائل اعلاف. هنحاول ان شاء الله. هل تنصحنا بتوحيد الشبك وتاخير الدوره الانتاجيه الثانيه للامهات او بترك الطبيعه تاخذ مجراها بالطبع؟ اتحدث عن جدول الاقتصاديه بعد موسم كامل. والله انا كل اللي يعني مفيش افضل من الطبيعه تاخذ مجراها، مفيش احسن منها. الغنم ما شاء الله والله بتولد، يعني في غنم غنمه حوالينا ياما، والدتين في السنه. طبعا الناس بتتكلم توحيد الشبكه عايزين ثلاث والدات في ثلاث والدات في السنتين، يعني كل 8 شهور. يعني معنى كده ان انت ما بتدخلش النعجه تعشر غير بعد ما تفطم، بعد الفطام يعني الثلاث شهور تفطم وتودي النعجه تعشر او تطلق عليهم الكبش بعد ما تفطم. لا جدوى اقتصاديه لا، الا اذا كان المرعى عندك ضعيف وانت معتمد اعتماد كلي على المرعى، معتمد اعتماد كلي على المرعى والمرعى ضعيف عندك. المرعى ضعيف يبقى الافضل، يعني انت بتتكلم على التوحيد ما بتتكلمش على سرعه التوحيد بيصرف ياما. لو في اعداد كبيره اول حاجه بيصرف كتير. ميزه التوحيد فقط لا غير انك انت بتعامل الامهات معامله واحده كلها، بتعامل الامهات معامله واحده، بمعنى الامهات بالكامل بتكون عشار في بدايتها، بتعرف توحد العلفه. الامهات كلها رخية على وش ولادها خلاص، بتعرف تزود العلفه وتكتر العلفه وتركز العلفه وتعرف تظبط لهم العلفه كعلفه موحده للقطيع بالكامل. القطيع بدا يولد هتعرف تظبط العلفه بحيث القطيع كله والد، مفيش نقل بعد كده، مش هتقعد تفصل الفاضيه والعشار اللي هي راخيه واللي على وش ولاده والوالده، هيبقى القطيع كله معامله واحده بيتعامل. دي ميزه توحيد الشبق فقط لا غير. وتوحيد بالنسبه للبيع ممكن يجي تاجر بيشيلهم كلهم مره واحده، المواليد كلها بيكون حجمها قريب من بعضيها، كذلك المواليد بتعاملها معامله واحده، بتتعامل معامله واحده من ناحيه العلف، بتجهز لها علفه كلها مع بعضها، ما بتقعدش تعزل ياما، بتوفر في الشغل ولكن بتصرف فلوس ياما. بس توحيد الشبك بيصرف فلوس ياما. وممكن تتحدد انت الميعاد بحيث تحدد الميعاد اللي هتولد فيه، اذا كنت بتعتمد على مراعي تحدد الميعاد اللي هيولدوا فيه بحيث تكون يولد في موسم كله خير وكله خضره، تطلع معاك الامهات تمام التمام. ده الفرق. ولكن عاوز تاخد الطبيعه مجراها كل الغنمه اللي عندنا كلهم، الناس اللي معاهم رعاه الغنم يعني ما فيش توحيد شبك ولا غيره، طبيعي وما شاء الله بتولد 100 100. انت ممكن تعمل توحيد الشبك يعني بدون اي مصاريف، تفصل الكبش وتستنى على المناعات كلها تولد، وبعد كده انت بتحدد الميعاد اللي عاوز تطلق فيه الكباش. ممكن تطلق لو القطيع يستحمل 10 كباشة ممكن تطلق 20 كبش مثلا، قطيع كبير يعني مثلا محتاج 20 كبش ممكن 10 كباش 10 كبش 10 خرفان طلوقة ممكن تخليهم 20 بحيث القطيع كله يعشر مع بعضه بعد الفطام بالكامل. هتلاقي نسبة المواليد قريبة من بعضها برضك. بروح سواق في مطروح ناس عندها قطعان غنم بال 500 نعجة و 300 نعجة 200 نعجة، بينزل ما شاء الله غنم كلها موحدة بدون توحيد شبق بدون أي حاجة، متوحدة طبيعي. الله يبارك في سيادتك، الله يبارك لك. ينفع أضيف عيش ناشف للعلفة بمقدار كام في المية كحد أقصى؟ ينفع طبعا تضيف عيش عادي مفيش أي مشكلة. بالنسبة للخلطة 12% ذرة 48% شعير 17 فلفل صويا 24 ردة. العلفة إن شاء الله تمام 100 100، عادي جدا لو الشعير أرخص من الذرة أو بسعر الذرة، لأن الذرة غالت خالص جدا، شيلها خالص ال 12% دي وحطها شعير مفيش أي مشكلة. خليها كلها 60% كام؟ 60% شعير، 60% شعير، وإذا كنت حطيت 17% صويا و24% رده مفيش أي مشكلة تمام. حتى لو تحط 65 أو 70% مفيش مشكلة شعير، 70% شعير و 15% صويا و 15% رده تمام التمام برضك مفيش أي مشكلة. بس الذرة سعرها غالي خالص، ممكن تشيلهم خالص أحسن. وتضيف عيش، عاوز تضيف عيش تضيف عيش مفيش اي مشكله، ممكن تاخد 20% من الشعير وتحطهم عيش. ولو غنمك اتعودت على العيش وبتحب العيش ممكن توصل عيش 30 40% برضك
مفيش اي مشكلة. بص انا اللي قلت لك اللي على العنزه العشر اللي بتعرج، انا اعطيتها النهارده 25 سنتي جلايكول ام، ده اسمه، ده اسم نوع دواء بتاع تسمم الحمل. الدواء ده من السعوديه وهي بتطلع، وهي تطلع فوق 35 كيلو، وعندي ديكال بي اديها من اني، معلش رد عليها عشان تاني مره اكتب لك نفس التعليق ومستني ردك. لا والله يا اخي خالد انا جاوبتك على السؤال ده تقريبا، انا جاوبتك من السؤال اللي فات لان كده اتاخر 5 ايام. على العموم ديكال ممتاز، بس اذا كان دواء ده بتاع تسمم الحمل اديها ده واديها ده. انا الصراحه ما عنديش خلفيه عن الجلايكول ام ده، ما عنديش خلفيه مكوناته ايه، انا مش عارف، بس ادي ده وادي ده ما فيش اي مشكله. الديكال عشان الكالسيوم، عشان هو بيبقى برضك بيجي تسمم حمل من نقص الكالسيوم برضك. والجلايكول انا مش عارف مكوناته ايه للاسف، ادي ده وادي ده ما فيش اي مشكله، ادي الاثنين يعني عادي. طيب الحمد لله. عبد الله على سلامتك. ده السؤال لسه كاتب السؤال ده، والدة رجلها خفت، يبقى هي ممكن كانت علامات الولادة على فكرة اللي فيها، مش تسمم حمل اللي كان فيها ده، كان ممكن علامات الولادة، المعزة تقيلة ومش قادرة تتحرك، بس علامات الولادة بتقوم وتقعد كتير وبتلاقي تقل في الحركة، ممكن كانت عشر في احجام كبيره او في عدد كبير فبيخلي صعوبه في الحركه. تسمم الحمل المعزه بتقطع اكل خالص. عندي خروف عنده اسهال عمر 7 شهور ومن ساعتها مش بياكل وبيكح. خروف عنده اسهال عمر 7 شهور من ساعتها مش بياكل وبيكح، للاسف ممكن يكون اتسهل بسبب اللكمه. انا اقول لك علاج الكحه، علاج الكحه تايلوزين سنتي لكل 10 كيلو مره واحده عضل حقن طبعا. تايلوزين ده بالنسبه لعلاج الكحله والكحه ناشفه. اما علاج الاسهال في ادويه كتير للاسهال، لو هو ميكروب في المعده مش ملكوم، في اللي هو انتينال بشري ممتاز، في كابكت بشري، في برشام ستريبتو، في برشام اموكسي. اي بس طبعا ارجح لك الانتينال ان شاء الله يجيب نتيجه ممتازه، بس انا مش عارف الخروف ليه 5 ايام اذا كان بيسل هيبقى ضعف خالص. لو الخروف ضعف جامد بسبب الاسهال، لازم اي اسهال لازم عود نفسك على طول محلول جفاف طالما في اسهال على طول، عشان الخروف ممكن يكون جسمه هيقدر يقاوم الميكروب ويقضي عليه بس بيموت بسبب الجفاف اللي بيحصل بسبب الاسهال. محلول جفاف على طول اذا كان وزنه هو 7 شهور، انا مش عارف وزنه قد ايه، ممكن 3-4 كياس الصغيرة دي بتاعت الأطفال، 3 كياس في اليوم تدوبهم في شوط مية وتشربهم له كل يوم لغاية ما يقطع الإسهال. 3 كياس الصغيرة دي بتاعت محلول الجفاف بتاع الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. إذا كانت نسبة البروتين من 15% فما فوق، وقلت للمشتري إن الخروف لحمة حمراء صافي من الدهون، فهل هذا أكيد؟ نسبة البروتين 15% بس نسبة النشويات في العلفة ايه؟ يا ريت لو تذكر، يعني ممكن واحد يعمل علفة 80% ذرة، 80% ذرة ولا 85% ذرة و15% صويا، و15% صويا هتديك كام نسبة بروتين؟ 85 15% دي هتدي لك حوالي 6 4 و4 من 10 6 و6 من 10 ستة وستة من عشرة. والذرة مثلا 85 يعني هنقوله 8 8 وستة ونص هتدينا 14 ونص. ممكن تبقى العلفة كده عبارة عن كده، هي علفة 15% تقريبا، 14 ونص 15% يعني ممكن تبقى 17% صويا وباقي والباقي ذرة. دي ممكن تعمل نسبة دهون لان الذرة معروفة بتعمل نسبة دهون. النسبة ميزة الردة اللي هي النخالة ان بتكون فيها نسبة الياف بتحرق الدهون. الردة النخالة بتساعد في حرق الدهون الياف، ما هي يعني الطاقة بتاعتها منخفضة كتير عن الذرة، فبالتالي عشان كده بحب افضل دخول النخالة على طول في الاعلاف، بتعتبر جزء بيخفض من الطاقة وفي نفس الوقت بيرفع نسبة البروتين، بتساعد في رفع نسبة البروتين وبتساعد في حرق الدهون. فأي حد شاكك بالغنم يطلع فيها دهون
دخل النخالة حتى بنسبة 15% 20% هتظبط معاك إن شاء الله. الرسالة دي بتشوش الواحد. قلنا فين؟ لا إله إلا الله وصلنا. ماشي خلاص. إذا كانت نسبة البروتين فقلنا متوقف على نسبة النشويات، عشان كده بحب أدخل النخالة. عايز دراسة جدوى اقتصادية لتسمين، يعني بمعنى مش مقياس نسبة البروتين 15 معنى كده ان اللحمة هتطلع حمرا، ده مش مقياس. عايز دراسة جدوى اقتصادية لتسمين على حد المثال 10 خروف برقي عمر 3 شهور وزن 25 كيلو مدة 4 شهور بمصر. والله ان شاء الله بإذن الله هنحاول نظبط لك نعمل فيديو دراسة جدوى ان شاء الله اقرب فرصة. ولو ان دراسة جدوى مش ملهاش جدوى اليومين دول، لان انا اسمع فيديو امبارح قبل ما تبدا في مشروع تسمين الاغنام، اسمع الفيديو اللي هو بتاع امبارح، عشان الاسعار خرافيه، اسعار بايظه خالص. انا عايز اجيب ماعز بور بيتجاب منين؟ ارجع للقناه وشوف فيديو مقلب الماعز البور عشان تبقى عارف قبل ما تفكر تجيب ماعز بور، وبعد كده اذا كنت غاوي اشتري براحتك. الازوره كويسه ولا لا؟ للاسف ما عنديش اي علم بيها. السلام عليكم يا باشمهندس، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شاب صغير في السن وما عنديش اي خبره في مجال الاغنام، ولكن في الفتره الاخيره استخرت ربنا وقلت هبدا، فكنت عاوز اعرف لو مشيت على تركيبات العلف اللي حضرتك قلت عليها ومشيت على تعليمك كامله، ممكن لو دخلت خرفان في اول شهر 3 وطلعتهم على العيد الكبير، متوسط مكسب كل خروف يكون كام؟ شكرا مقدما. ارجع للفيديو بتاع امبارح يا اخ علاء، ارجع لفيديو امبارح، انا منزل لسه فيديو امبارح قبل ما تبدا مشروع تسمين الاغنام، اسمع الفيديو ده. ده خاص بمصر في التغيرات اللي احنا عايشينها اليومين دول، الخروف الصغير مولع نار والعلف مولع نار واللحم سعره رخيص، فما فيهاش جدوى حاليا في الوقت الحالي. بس ارجع الفيديو اسمعه بالتفصيل عشان تعرف. وقلت لك متوسط مكسب الخروف في الاستقرار، الامور مستقره، متوسط مكسب الخروف في الشهر 100 جنيه، متوسط مكسب الخروف في الشهر في مصر 100 جنيه، يزيد ويقل يزيد ويقل، في لعب طالع نازل على طول. انا ما اكذبش عليك اقول لك ان هو السعر المكسب ثابت، لا، ممكن ما تلاقيش ال 100 جنيه ممكن تخسر. العيد القبل اللي فات الحكومه قالت هننزلوا لحمه ب 60 جنيه الناس كلها باعت البهايم بتاعتها ببلاش، فبالتالي ما حد خاف طبعا من اللحمه اللي تنزل، ما حدش عارف ينافسها. الناس كلها توجهت للبقر والعجول وسابوا الاغنام، الغنم اتباعت بالتراب، الخروف ال 50 كيلو في ارض مطروح بعد العيد اتباع ب 2000 جنيه، خروف 50 كيلو على الميزان، الكيلو ب 40 جنيه، اللي هو كان مدخله 25 كيلو من 5-6 شهور كان مدخله 25 كيلو ب 2000 جنيه. فيعني حصلت نكسه جامده اللي هو العيد اللي فات ده اللي قبله. فالمهم كده ان شاء الله تكون وصلتك المعلومه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عامل علف للغنم ممكن اعر. بالنسبه للتكركيب الاعلاف برضك راجع بديل الاعلاف، عشان ضروري الاعلاف غاليه خالص اليومين دول، ما تمشيش على علفه ثابته وخلاص. انا عامل كل القوانين بتاعت انك تبدا في مشروع، العلفه ما تزيدش عن 4 جنيه ونص المفروض. السلام عليكم، وبروتينها ما يقلش عن 16% 15-16%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عامل علفه للغنم ممكن اعرف نسبه البروتين فيها هي 72 ذره اصفر 40 رده خشنه 25 حته فول 40 قشر فول بلدي 30 قشر صويا مع الاضافات والاملاح. العلم ان العلف الجاهز غالي جدا، انا قلت اعمل زيك بس عايز اعرف البروتين كام. شكرا يا اخ طارق، ارجع لفيديو في القناه اسمه طريقه حساب نسبه البروتين في العلف، ده احسب نسبه البروتين، لان السؤال ده بيجيني كتير. انت كل مره هتقعد تغير في العلفه هتحتاج واحد يحسب لك نسبه البروتين، ما ينفعش. الاسعار بتتغير من يوم والتاني، فلازم تشوف البدايل، بتغير الكميات، فما ينفعش كل علفه هتدور واحد يحسب لك نسبه البروتين. احسب ليك عليا، قول لي حسبتها واكتب لي المكونات كده واكتب لي نسبه البروتين حسبتها كذا، النسبه دي صحيحه ولا لا؟ ليك عليا انا ارجعها لك في فيديو نسبه البروتين في خامات الاعلاف وطريقه حساب نسبه البروتين. ارجع الفيديو
واكتبه في الفيديو التاني اللي السؤال، وانا ان شاء الله هنرجع لك نسبه البروتين ناكد لك عليها، بس انت اللي تحسب عشان تعرف تحسب. هنقول لك انا صح ولا غلط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للاتبان، ايهم افضل، الاخضر او الجاف؟ والاخضر متى يكون افضل، قبل النضج او بعد النضج؟ لا، مفيش اخضر قبل النضج نهائي. اخضر قبل النضج ده بيسبب مشاكل ياما. اخضر قبل النضج بيسبب مشاكل ياما. الاخضر لازم يكون بعد النضج. ايهم افضل، الاخضر ولا الجاف؟ ده لي وقت وده لي وقت. الاخضر في الربيع ممتاز، غني بالفيتامينات وغني بالاملاح وغني بالمعادن، ممتاز. الجاف برضك ممتاز، بس اذا تم بيستخدم في الصيف فترات الجفاف، بيتحش في الاخضر في الشتاء، في نهايه الشتاء في شهور الحر، وبيتجفف بيتخزن لفصول الصيف. فما فيش مشكله، الاثنين كويسين، بس هو الافضل من ناحيه الفيتامينات والاملاح هو الاخضر، اما من ناحيه القيمه الغذائيه يعتبر الجاف وقله المشاكل، لان بيبقى فيه ميه كتير الاخضر ممكن بتسبب انتفاخات وتسبب مشاكل في الكرش. الجاف بيكون قيمته الغذائيه افضل من الاخضر، ولكن ده لي وقته وده لي وقته. وعادي جدا طول السنه تاكل اخضر، بس يكون ما يكونش فيه نسبه رطوبه عاليه، وعادي جدا تاكل طول السنه جاف، مفيش اي مشكله. ممكن احط علفه جاهزه اشتريها من اي مكان وما احطش حاجه تاني؟ في اعلاف جاهزه كتير، بس انا ما برجحش اي علفه جاهزه، الاعلاف مولعه نار للاسف. انا ما بستخدمش اي علفه جاهزه عشان اعرف ارشح لك اني علفه. اسال ناس جربت اي علفه جاهزه حواليك لو انت عاوز تستخدم جاهز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سمعتك تتكلم عن الجير، كيف استفيد منه في حظيرتي وما هي فوائده؟ جعلنا الله واياك من اهل الجنه، اللهم امين. الجير في حاجه اسمها جير، وفي حاجه اسمها بودره بلاط. بودره البلاط اللي هي مسحوق الحجر الجيري، اللي هي البلوك الابيض بتاع المباني بس مطحون ناعم زي الدقيق، دي اللي هو كربونات الكالسيوم، دي بتتحط على العلف كمصدر كالسيوم. اما الجير عباره عن هيدروكسيد الكالسيوم، اللي هو جير حي اكسيد الكالسيوم، طفيناه بالميه، مطفي بالميه، جير حي مطفي بالميه، بينتج ايه؟ بينتج هيدروكسيد الكالسيوم، اللي هو الجير المطفي، اللي هو يعتبر الجير، كلمة الجير بس، اللي هو الجير المطفي. بيستخدم في تطهير الحظائر الأرضية، بعد ما بتلم الأرضية بتفرش رشة من الجير، بيساعد في تطهير ويخفض من ريحة الأمونيا شوية، وبيساعد القضاء على البكتيريا، يعني لو في بكتيريا في الأرض ولا حاجة، إسهالات ولا حاجة. في تطهير الأرضية، أرضية العنبر، أرضية المزرعة، وبيضاف على العلف، بس هو ليه تأثير كاوي. انا بفضل كربونات الكالسيوم لان هو برضك مصدر كالسيوم، هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو الجير، بس انا بفضل اللي هي كربونات الكالسيوم عشان لو مسحوق الحجر الجيري ليها تاثيرها مش كاوي زي الجير، ولو ان الجير يعني برضك مطهر معوي بس بكميات ما يزودش، يعني 3 4 كيلو على الطن، 5 كيلو كحد اقصى على الطن، كحد اقصى على الطن، وتغربله لان بيكون فيه حصوات، ما بيكونش كله ناعم زي كربونات الكالسيوم، لان بينطفى عباره عن اكسيد الكالسيوم، بيكون صخور بتطفى بالميه، مش كلها بتتحول لبودره، في منها اجزاء بتبقى صلبه زي ما هي، فلازم تغربله عشان تنزل الناعم بس وترمي الخشن. وعاوز اضيفه على العلفه بنسبه 3 4 كيلو 5 كيلو على الطن، ما تزودش عن كده خالص، بدون ما تحط كربونات الكالسيوم طبعا. يعني لو حطيت لو مسحوق الحجر الجيري يبقى مش هتحط الجير، لو حطيت جير مش هتحط ده، عاوز تحط 2 كيلو ونص من ده و2 كيلو ونص من ده مفيش مشكله. وبعض الناس بيستخدموه في المزارع البهايم الابقار في حواض الميه، بيحطوا جير بيساعد في تطهير الميه، بيحط الجير في الميه بيساعد في تطهير الميه من الطحالب وبكتيريا برضك، يعني التعقيم بيساعد في عمليه تعقيم الميه، حواض الميه من الطحالب، وبيطهر الميه نفسها، بس بيحط وبعد كده بيتساب لغايه ما يرقد. ماء الجير الرائق بيبقى رايق، بيرسي تحت في قعر الحوض، وبعد كده البهايم بتشرب منه. معلش سؤال خارج الموضوع، ممكن اسم برنامج المستخدم في التصوير؟ يا خاني ادي البرنامج اهو، شوف معايا يا خاني البرنامج اهو، شاور لك عليه. البرنامج اسمه اكس ريكوردر، اكس ريكوردر ده البرنامج المستخدم في التسجيل.
جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك واحسن اليكم واصلح بالكم. لو سمحت جرعه الافيماك السوبر للماعز وجرعه الشربه التريميك والليفافلوك. بالنسبه الجرعه موحده سواء ماعز سواء اغنام، سنتي لكل 50 كيلو، بس النوع ليه دور جامد. بمعنى ايفوماكس سوبر مصري غير الاردني غير الامريكي. طبعا المصري انا ممكن الخروف ال 50 كيلو ممكن اديله 3 سنتي 4 سنتي، ال 50 كيلو على الميزان الخروف ممكن اديله 3 سنتي 4 سنتي من الايفوماك المصري. عبوه الايفوماك المصري 50 سنتي حوالي 70 جنيه 80 جنيه. الاردني 50 سنتي ب 165 جنيه ب 170 جنيه. فالاردني بدي الخروف ال 50 كيلو ما بزودش عن 2 سنتي. الاردني ال 50 كيلو بديله 2 سنتي، 25 كيلو بديله سنتي. المصري 25 كيلو بديله 2 سنتي اقل حاجه، اقل حاجه. الامريكي لا، سنتي لل 50 كيلو وممكن نص سنتي لل 25 كيلو. السنتي الامريكي ب 12 جنيه، يعني العبوه ال 50 سنتي ب 600 جنيه. فشوف فرق الاسعار، وكلها نفس التركيز ونفس التركيب ونفس كل حاجه، يعني المكتوب عليها نفسه ايفرماكتين 1%، كلها نفسه. بس مفيش طبعا، كلها حاجات مغشوشة. انضافهم طبعا واعلام هو الامريكي بس سعره غالي جدا. بس انا بستخدم الوسط الاردني ممتاز بيجيب نتيجه، بس بدي 2 سم لكل 50 كيلو. الخروف 25 كيلو بدي له سم. بالنسبه للترايميك او الليفافلوك ما بتاخدوش الاثنين مع بعض. الترايميك ما بتعملش اسالات، للديدان ما بتسببش اسالات، الليفافلوك بتسبب اسالات. الاثنين نفس المفعول، ولكن مفعول الليفافلوك افضل من الترايميك. بالنسبه للجرعه الليفافلوك مكتوب عليها 2.5 سنتي او 2 سنتي لكل 10 كيلو من وزن الجسم. انا بدي من 3 ل 4 سنتي لكل 10 كيلو. بمعنى لو الحاجه كبيره بس فاضيه خالص، يعني سنها كبير بس فاضيه، فالوزن بتاعها طبيعي هيكون خفيف ممكن يطلع 30 كيلو. انا لا، بدي ال 4 سنتي خروف سنه كبير، بدي 4 سنتي لكل 10 كيلو. يعني ممكن تكون نعجة كبيرة عندها سنتين ثلاثة بس جسمها نحيلة ضعيفة، وزنها ممكن 30 كيلو ل 35 كيلو. لا، دي بعمل لها 4 سنتي لكل 10 كيلو، ممكن اديها 15 سنتي ليفافلوك في الفم طبعا على الريق او ترايميك. لا، الخروف صغير، خروف مثلا ثلاثينات، خروف عنده 5 شهور ولا 6 شهور، لا بديله 3 سنتي لكل 10 كيلو، يعني 30 كيلو بديله حوالي 10 سنتي سواء ترايميك او ليفافلوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عاوز اعمل علفة مكونه من غله 60% كسر فول صافي بدون قشر 40% اجمالي 100 كيلو حسب نسبه البروتين 18.5 60% 40% لو قلنا انت بتتكلم على ماشي 28 ثانية واحدة 8 40 و 60 لو قلنا 0.6 في 12 زائد 0.4 تكسر فوت صافي بدون قشر، يعني اقل حاجة 28. مظبوط كلامك تمام. 18.5 تمام. شوفوا معايا ده اهو كاتب اهو حالل، انا بنراجع بس معاه. هل دي كويسه ولا دي 65 غله و25 كيلو كسر فول و25 كيلو رده؟ نسبه البروتين 18.5. هنا 65 60 غله و40 كسر فول و65 غله و25 كسر فول و25 كيلو رده. هنا راجعه لاقبال الغنم على العلفه. لو الغنم بتحب الرده وسعر الرد يعتبر رخيص ارخص من كسر الفول ياما، فبالتالي العلفه الثانيه هتكون افضل، زائد احتماليه ظهور الدهون في العلفه الثانيه اقل بكتير من العلفه الاولانيه. الرده قلت لك بتساعد في حرق الدهون، الرده بتساعد في حرق الدهون، فانت العلفه الثانيه تعتبر افضل من العلفه الاولى من ناحيه ظهور عدم ظهور الدهون. بس 25 كيلو رده كتير، ممكن الغنم تستنعم العلفه وما ترضاش تاكل فيها جامد. فلو الغنم مش قادرة تاكل الردة، العلفة دي تعتبر نعمل العلفة التانية، لا يبقى كده هتضطر تخفض كمية الردة، تنزلها مثلا ل 15% بس او 20% كفاية كحد اقصى عشان نعومية العلفة. بس البهايم بتاكل، ممكن تاكلها 40% ردة، البهايم بتلحسها وتموت في الردة، تحب الردة لوحديها عادي.
فلو بهايم مفيش اي مشكله، لكن غنم عشان غنم بتفضل العلف الخشن وانت عاوز تسمن بسرعه، ما انا عاوز اكل اكبر كميه من العلفه، معناها عاوز تديله العلفه بالطريقه اللي هو يحبها، فممكن تخفض العلفه شويه، تخفض الرده شويه في العلفه الثانيه وتضيفها في الغله مفيش مشكله، او تضيفها في كسر فول شوف الاوفر فين وتضيفها، وان شاء الله هتبقى العلفه تمام باذن الله. من حيث جودة اللحم وقلة الدهون، ولو في غلط يا ريت توضح كده، انا ما كنتش قريت بقى السؤال بس انا وضحته لك. من قلة الدهون العلفة الثانية، من ناحية قلة الدهون العلفة الثانية ان شاء الله باذن الله نسبة دهونها تكون اقل من العلفة الاولانية، والعلفة الاولانية ممكن تشيل 15 من الغلة، ممكن تشيل 15 كيلو من الغلة وتحطهم ردة، تشيل 15 كيلو من العلفة الأولانية غلة وحطهم رد، البروتين هيرتفع لأن البروتين في الرد أكتر من الغلة، والسعر هيرخص لأن الرد أرخص من الغلة. هي طريقة حساب البروتين كده عملية تشغيل دماغ بس مش أكتر، عشان دماغ تشوف فين البروتين أعلى وفين السعر الأقل. يعني هنا الغلة أرخص، الرد أرخص من الغلة حوالي وصلت 4 جنيه دلوقت، يعني قول على الأقل فيها نص جنيه أو 75 قرش أرخص من الغلة، وبروتينها اعلى، يعني هترفع البروتين وفي نفس الوقت هتنزل السعر. تشيل من الغله شويه وحط رد. اللي بعده، هو لازم وجود الرده في العلفه للعلم في غله في العلفه؟ لا عادي، حطيت غله وحطيت رده مفيش مشكله، حطيت غله الغله فيها رده مفيش مشكله برضه، مفيش اي مشكله عادي، عاوز تحط دي تحط دي العلفه تمام مفيش منها اي مشكله، بس انا بتبص على السعر النهائي وجودة العلفة من ناحية النشويات من ناحية البروتين بس مش اكتر. مش لازم تكون العلفة موجودة، مش لازم تكون الردة موجودة، بس هي اساسي بيستخدموها في جميع انواع الاعلاف، ارانب اغنام ابقار مواش كله بيسأل دواجن، الردة بتستخدم في كل الاعلاف، بتنتج على مستوى العالم بمئات الاطنان الاف الاطنان موجودة على مستوى العالم، المطاحن ده شيء أساسي، أكل العيش ما فيش بلد ما فيهاش عيش ما فيهاش دقيق، فبيطلع منها لازم مطاحن لازم يطلع منها رضة بكميات كبيرة، فهي 90% منها بيخش أعلاف حيوانية فقط لا غير، وهي تعتبر مصدر بروتين مكمل لمصدر بروتين رخيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في رد هنا مش عارف ايه، رايح ايه راي حضرتك في ديكتو ماكس للديدان في الاغنام، وينفع مره واحده ونكتفي بيه ولا لازم اعاده تجريع بعد كام يوم؟ لا طبعا، الديكتو ماكس ما بيحلش محل الايفون ماكس السوبر، الديكتو ماكس عشان تحقن ديكتو ماكس بتحقن معاه حاجه للديدان الكبديه، الديكتو ماكس بيضع على جميع الديدان الا الديدان الكبديه، لازم ياخد معاه فاشوليت او فاشولار او دوفينكس حاجة للديدان الكبدية مع الديكتو ماكس، ما تاخدش لوحده. الديكتو ماكس يعتبر تقريبا آمن على العشار، والديكتو ماكس بيتحين عضل عادي مش لازم يعني تحت الجلد، بيتحين عضل أو تحت الجلد، الديكتو ماكس ممكن يتحين عضل غير الايفون ماكس السوبر، ولو ان في ناس كتيرة بتقول الايفون ماكس السوبر بحقنه عضل وما فيش أي مشكلة، فعادي طالما ما جيبش معاك مشكلة خلاص، طالما أنت استخدمته عضل. الفرق بين عضل وتحت الجلد سرعة الامتصاص مش أكتر، بس في بعض الأدوية تحت الجلد ممكن تسبب حساسية وتسبب ورم، في أدوية بتتاخدش غير عضل، لو اتاخدت تحت الجلد تسبب حساسية وتسبب ورم جامد في مكان الحقن، ولكن في أدوية تتاخد تحت الجلد وتاخد عضل، الخوف إنها تتاخد عضل تقيلة تعمل مشكلة، فهي هنا الفرق في سرعة الامتصاص، طالما ما سببلكش مشاكل عادي خلاص. وينفع مره واحده ونكتفي بيه ولا لازم يتعاد تجريبه بعد كام يوم؟ لازم الاعاده برضك نفس طريقه الايفون ماكس السوبر، يتعاد بعد 15 او 20 يوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. الاغنام بتاكل صوف بعضها، مع العلم ان في تغذيه نظاميه، مش التغذيه بس، الاضافات هي اللي بتاثر على الاضافات هي اللي بتاثر على اكل الصوف، بمعنى ممكن يكون في نقص املاح، نقص كالسيوم، نقص املاح معدنيه، نقص فيتامينات، وممكن يكون نقص الياف في العلف، يعني بتاكل علف مركزه كتير وضعيفه في الالياف،
فهو محتاج عليها فبياكل الصوف. ففي دي كلها عوامل بتأثر، وممكن في الآخر تتقلب بعادة، زي الناس اللي بتاكل في ضوافرها كده على طول، بني آدمين بياكلوا في ضوافرهم على طول، دي عادة على طول عمال يقرقط في ضوافره، فدي عادة أصبحت عنده. كذلك الغنم ممكن تتقلب عادة. تتخلص منها، حط الإضافات بتاعتك كويس على العلف، حط إضافاتك كويس، حط قوالب ملح، قوالب، في قوالب ملح اسمها قوالب لحس، بتتباع في البيطريات، حطها في المعالف، تعلقها في الزريبة ضروري عشان الغنم تلحس فيها لو هي عندها نقص أملاح. لو موسم قص الصوف، حاول تقص صوف الأغنام، على ما الصوف يكبر هتلاقي العادة اختفت، بما انك مظبط العلفة بتاعتك تمام. حاول تقص صوف الأغنام لو هو موسم القص، او تعزل الخروف اللي هو بيقص، بس طبعا العزل ده هيبقى صعب، هو اللي حالك تقص صوف وتظبط الإضافات على الأعلاف وتحط قوالب ملح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي حولي برقي، عنده إسهال، مع العلم إن حيوته وشهيته كويسة، مع العلم إني أعطيته حقنة تحت الجلد للأمل الطفيليات الداخلية اللي هي ليفوماك ماشي الأسبوع، هل المشكلة في العلف أو مرض؟ مع العلم إني أعلف أخضر وجاف وشكرا. لو الإسهال نازل أخضر يبقى الإسهال بسبب أنت بتعلف أخضر طاري زيادة عن اللزوم، بتكتر الخضرة، خف إلغي الخضرة لغاية ما يوقف الإسهال. طالما في إسهال لازم توقف الخضرة، وهيبان لك الإسهال من الخضرة ولا لا، هيبان لك لون الإسهال أخضر، معنى كده إن الخروف بياكل علف أخضر زيادة عن اللزوم، برسيم طاري زيادة عن اللزوم وبكمية كبيرة بسبب الإسهال. السبب بيكون شهيته حلو وكله تمام تمام، بس كده الخروف ما بيستفدش من العلف، الإسهال وهيقعد يضعف بسبب الإسهال. فلو الإسهال أخضر وقف الخضرة، امنع الخضرة لحد ما الإسهال يقف، وبعد كده لو بتأكل برسيم حش النهاردة وأكله بكرة، أو خفض نقص الكمية شوية. دي نقطة. أما طبعا هو ده 90% هيكون كده، لأن طالما النشاط حلو وبيأكل تمام يبقى أكيد في 100% بسبب الخضرة، لأنه لو كان ميكروب بيسبب له الإسهال هتلاقي الخروف منكمش ومنطوي وما بيأكلش كويس، عامل له وجع له بطنه، يعني عامل له وجع ألم في المعدة أو في الأمعاء، خليه مانع الأكل، هيمنع الأكل، لكن انت بتقول نشاطه حلو بياكل فهو أكيد في المية بسبب الخضرة. أما لو هو ميكروب هات في حاجة اسمها أنتينال بشري، أنا مش عارف وزنه قد إيه، على العموم في أنتينال بشري اديله، لو هو مثلا 20 كيلو 30 كيلو اديله حوالي 15 سنتي أو 20 سنتي شربهم له في بقه، إن شاء الله تاني يوم هتلاقي لسان مسك، تدعيد له الجرعة تاني وإن شاء الله بعد كده خلاص الإسهال تلاقيه راح، لو هو ميكروب. وفي لو ما جابش الأنتينال في حاجة اسمها كابكت بشري برضك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو في مرض اسمه سانتي يظهر في ضرع الأبقار وبيقلل من سعرها، سانتا بيتقال عليها سانت، السانت في حاجة اسمها السانتا في مصر هنا بيتقال عليها سانت، فيها سانت، مش بيجي في الضرع، بيجي في كل في أي مكان في الجسم، في الظهر في الكتف في الرقبة، بتبقى عبارة عن يعني نسبها لك ازاي، عبارة عن كأنها حبوب، كأنها تشوهات في الجلد، مش متشوهات، بروزات في الجلد، يعني مش عارف اشبهها لك ازاي، يعني هي زي حبوب بس بتبقى حبوب لحمية كتل بتطلع وبتعمل تشققات وبيبقى منظرها وحش، بتبقى يعني تشوهات في الجلد، اعوذ بالله زي السرطان كده، هي حاجه زي السرطان كده، نمو غير طبيعي، نمو غير طبيعي. في ناس طبعا بيقول لك بيكوه، في ناس بيقصوا بسكينه بيكوه، في مش في طرق كده بيقولوها، بس الله اعلم نتيجتها ايه. هو فعلا بتقلل من سعر البهيمه لما بيظهر فيها، علاجه ايه الله اعلم، بس هم في ناس بتكوي. كم مره يحلب الغنم صبح ومساء ولا مره واحده في اليوم؟ والله لان عندنا الاغنام هنا في مصر بيحلبوا ابقار بس، الاغنام محدش بيحلبها يعني على قد عيالها فقط لا غير، ما بيستخدموش لبن الماعز الا العرب يعني في الصحراء بيستخدموه للبيت، ولكن هو لما كنت بحلق في ليبيا للبيت مره واحده في اليوم فقط لا غير، مش مرات، لكن الابقار بتتحلب مرتين، لكن الغنم مره واحده، طبعا على حسب كميه ضر اللبن، يعني ممكن المعزه تكون تحلبها الصبح تيجي اخر النهار تلاقيها مليانه لبن فهتضطر تحلبها تاني بالليل، اما لو هي الضرع بتاعها يستحمل لغايه تاني يوم بتلاقيه مليان بس خلاص، يبقى تتحلب مره واحده كفايه في اليوم، تحلب كل يوم الصبح او كل يوم اخر النهار.
يعني على حسب معدل اضرار اللبن في الغنم الحليب، بس هو في المعتاد بتتحلب مره واحده، الابقار بس بتتحلب مرتين، وفي بعض الابقار عاليه الاضرار اللبن بتتحلب 3 مرات. الصويا احسن ولا الفول البلدي؟ الصويا احسن من ناحيه ارخص سعر وحده بروتين. عندي نعجه بتخرج ريح كتير، ممكن تكون بتاكلها الياف كتير، بتاكلها مراعي كتير، بتاكل برسيم اخضر كتير اللي هو بترعى الصبح قبل الندى، بتاكلها البرسيم مندي عليه رطوبه بيسبب انتفاخات وغازات جامده، او بتاكل كميه من الاعلاف الجافه، الاتبان الجافه كبيره، الاتبان الجافه الكتير بتاثر برضك بتعمل غازات. فشوف انت اظبط اوزن بين الاعلاف الملأة وبين الاعلاف المركزه، وممكن الانتفاخات دي لو عاوز تخرجها 10 سم زيت اكل وشربها في الفم بيروح الغازات خلال نص ساعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ورم في ضرع النعجه وهي عشر مش بترضع، ما انا مش عارف عرفت الورم. لو في ورم وشايف الورم متاكد ان هو ورم، بيبقى محتاجه تدهنها مرهم يود، تدهن الضرع مرهم يود كل يوم، وتحقن في ابره بتجمع البيطريه، بتتحقن داخل الحلمه، ابره بلاستيك اسمها ابره ضرع، بتتحقن داخل الحلمه وتحقنها داخل الحلمه بتاعت الضرع، وتدهن المرهم، تدهن الضرع كل يوم مرهم يود لغايه ما الورم يخف. ممكن تحقنها 3 أو 4 أيام بنسلين، ما تخافش مفيش منه اي مشكله على عشر ان شاء الله. دي كانت عندي حاله كان، بس ما كانش ضرع، كان في ورم في رجليها وعالجته بالبنسلين، اخذت حوالي 5 6 أيام ورا بعض بنسلين وولدت احلى خلفة ما شاء الله عليها، ما اثرش عليها في اي حاجه وكانت امورها تمام. فالبنسلين ما تخافش امن على شر، مش هيعمل مشكله. فحينها 4 أيام أو 5 أيام بنسلين وابره الضرع، ودهن الضرع كل يوم مرهم يود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المعذره ولكن عندي 9 أسئلة، لاني قبل ما نشوف 9 أسئلة بتاعه الاخ عمار نشوف الوقت الفيديو، يعني كده فوتنا الساعة 10 دقايق بس، هنشوف بس فاضل قد ايه عشان لو كده هننهي الفيديو دلوقت ونعمل فيديو تاني ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، هو مش ياما قوي بس معلش، هننهي الفيديو النهارده، هننهي الفيديو دلوقتي وهنكمل ان شاء الله فيديو تاني، هنعمل شير دلوقتي عليه ان هنحمل الفيديو ونرفع الفيديو على القناه، وهنبدا بسؤال الاخ عمار في الفيديو اللي بعديه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.